اللي رح نقدر نشوف سلطانة خانم كمال بيك؟ قدمت لهم طلب نعمة خانم ورح يخبرونا بعد شوي. دخلك شو صار بدعوتها كمان؟ أنا كنت رح خبرك بخصوص هالشي، عندي أخبار كتير حلوة، إذا ما طلع لنا مشاكل رح نقدر نفرج عن سلطانة خانم بأول جلسة، ولهيك فيك تطمني. كمال بيك بلا ما تطلع هلأ سلطانة، خليها هون كمان شوي. عفواً ما فهمت. يعني بلا ما تطلع من السجن، لأنه هون بيضل أأمن عليها. نعمة خانم، إذا في خطورة على حياتها وقت اللي بتطلع لبرا، نحن فينا نعمل اللازم وبنطلب حمايتها. لا بنوب، ما له أي لزوم. خليها تضل لها شوي هون، وأنا بس أطلب منك بتكمل لأوراقها، وقتها بتطلعها بكفالة. وبدي هالموضوع يضل بيناتنا كمال بيك، قلت لك هالشي قبل هالمرة، وإذا حدا سألك شي ما بتعطي ولا معلومة عنها نهائياً، مفهوم؟ تمام نعمة خانم، مثل ما بتحبي حضرتك. انت بتعرفي مين انا؟ بعرفك من ايام هتاي نعمة خانم. اجيت لهون لحتى احكي معك عن بنتك رفيف. خليل حكالي عن كل المشاكل اللي صارت معكن، وانا ما قدرت اضل ساكتة، فجبت رفيف واختها لعندي على البيت، تركتن عندي ودرت بالي عليهم. بس هلأ عم بسمع انك حاكي حكي كتير كبير مع رفيف. مزبوط، إجا لعندي محمود من الضيعة وهو اللي حكالي عنا، وقال لي إنه رفيف عم تغلط. وأنت أكيد صدقتي، صحيح حكي؟ ورجاني صورة لإلها، رفيف وعمران بيك كانوا على اليخت سوا. بس ما كانت معه لحالها، كانت معها ديما، وهي بتكون مرت عمران. ليكي سلطاني، نحن التنتين أمهات، وانتي هون مخنوقة وخايفة على بناتك، وبيضل بالك مشغول عليهم. بس هلأ انتي خايفة عليهم منا؟ يعني حضرتك ما بتعرفي عائلتنا بنوب؟ بعرفكن طبعا، بس كل القصة انه أخذوا رفيف ليغيروا له جو، ما في حدا بيقدر يأذيها، وأنا إجيت لهون لحتى حل سوء التفاهم اللي بيناتكم، وقلت إذا بتشوفيني رح تصدقيني. وهلأ قولي لي، صدقتيني ولا لا؟ الواحد من القعدة هون بجن نعمة خانم. أنا بعرف إنه بنتي رفيف ما رح تغلط أبداً، بس يعني بهالمكان الواحد بيفكر بألف قصة. لا تواخذيني دخيلك، أنا غلطانة. فهماني وبعرف بشو عم تحسي. ليكي أنت كرمال أولادك شلون وصلتي لهون؟ المهم يكونوا بناتي بخير، وما بدي شي من هالدنيا. هيك الأم على طول بتضحي بحالة كرمال أولادها، وبتتحمل ومستعدة تعمل أي شي مشانهم، وبالأخير بجوز ما يقدروا، بس هي بتكون عملت اللي عليها. مزبوط، أنا كرماله مستعدة ضحي بحالي ورح عيشكن أحلى عيشة. بس شوفت عينك نعمة خانو، هيك قدرنا. من اليوم رح تكون حياتها أحسن إن شاء الله. أنت عندك بنتين مثل الوردات ومربايين أحسن ترباية، والتنتين لطيفين ومحترمين كتير، وبينرفع الراس فيهم كمان. شكراً. لا ينشغل بالك أبداً، بناتك هلأ بأمانتي، وأنا رح جيب رفيف لهون لتراضيكي.
وتبوس إيديكي كمان. ما رح أنسى لك هالمعروف نعمة خانو، درتي بالك على بناتي وأمنتوا لرفيف شغل وعطيتوهم بيت. أنا غلطت بحقكم وزعلت بنتي. سلطاني خلاص لا تبكي ولا تزعلي حالك، رفيف بتحبك وما رح تتضايق منك، طمني بالك. أنا روحي بترخص كرمالة نعمة خانم، بترجاكي قولي لها لا تزعل مني وتسامحني. تكرمي. يلا سلطانة بكفي. الله يجزيك الخير يا خانم.